السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا في قناتي وصفات متنوعة على طريقتي الخاصة. قبل ما نبدأ معكم وصفة نهار اليوم وكالعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم راح ندير معكم وصفة الطابع بالطلية، راح تجيكم قرمشة وممتن، راح تدوب في الفم وراح تجيكم زاكية. ما نطولش عليكم. أول حاجة خديت البيضخان، راح ندير 4 حبات نتاع البيض، وراح نضيف نصف كاس نتاع السكر العادي. الكاس هذا تاع 220 ملليلتر، درت النص تاعو السكر العادي، اضفت 2 باكيات نتاع الفلون دوق الفاني، يعني ما يعادل 100 غرام، كل باكي فيه 50 غرام نتاع الفلون دوق فاني كيما راك تشوفوا. نخلو يتخلط مليح حتى يذوب لنا هذاك السكر وهذاك اللون يولي فاتح كيما راك تشوفوا هنايا، ومام طو يزيد في الفوليوم حاجه قليله يعني باش تعرفوه بلي داب. هذه هي، راح نضيف كاس معمر نتاع الزيت ما يعادل 200 غرام نتاع الزيت او 200 مليلتر نتاع الزيت، فرغته في الطاس اللي فيه الفوم باش كي نعود نفرغ يجيني سهل، وكي تعودوا تفرغوا فرغوا خيوط خيوط. سي بور سا انا اخترت البيتران باش هو يدور وانا نفرغ في الزيت، ما تفرغوش الزيت دفعه واحده، ومام طون يتخلط ومام طون راكو تفرغوا في الزيت. ميم اللي استعملتو الباتور يد وحده تخلط ويد وحده تفرغوا الزيت. هنا اضفت مبشور حبه ليمون واضفت قرصان تاع الملح وزيد خليتهم يتخلطوا شويه، ومن بعد طفيت الباتور. ومن بعد هنا استعملت الكاس الاول نتاع الفارينه، كاس تاع 220 مليلتر دائما، واستعملت هنايا باكي نتاع خميره كيميائيه، حتى الفارينه هنا راهي مغربله، وهذا الكاس الثاني نتاع خميره كيميائيه عفوا نتاع الفارينه، وهذا الكاس الثالث نتاع الفارينه. اذا حتى دوكا استعملت 3 كيسان نتاع الفارينه وباكي نتاع خميره كيميائيه لما يعادل 11 غرام نتاع خميره كيميائيه، وهذا الكاس الرابع نتاع الفارينه. في كل كاس يوزن 150 غرام نتاع فارينه، يعني حتى دوك درنا 600 غرام كيما راكو تشوفوا. وهذا الكاس الخامس راح نضيف غير بشويه، في الكاس الخامس راح نستعمل تولوتي الكاس نتاع الفارينه كيما راكو تشوفوا. هذا الكاس الخامس، والفارينه تاعي غربلتها من قبل، ونبقاو يعني نطمو العجينه هكذايا غير بيدينا ما نعجنوهاش. وتانيك لازم تحصلوا على العجينه طاريه، يعني كي تعودوا ديروا في الكاس الخامس ديروا غير بشويه. انا استعملت تولوتي الكاس، حتى داك التولوت يعني فريمون ماهوش تولوت، يعني تقدروا تقولوا ناقص شويه للتولوت، على داك الشيء نتوما ديروا غير بشويه. نطمو العجينه مليح مليح، ومن بعد راح نديروها في كيس بلاستيكي ونخلوها تريح. شوفوا هنا القوام تاع العجينه، شوفوا تجيكم طريه هذه هي. ومن بعد ديروها في كيس بلاستيكي وحطوها في الثلاجه تريح لكم حوالي نصف ساعه كيما راكو تشوفوا. راح نكتب لكم كلش في صندوق الوصف. يعني الفارينه هنايا شوفوا شحال قعدت لي هنايا، قلت لكم تولوت الكاس بقالي من الكاس تولوت الكاس، ولكن انا كي وزنتو لقيتو تحت التولوت، يعني حاجه تاع 35 36 غرام هكذا بقالي. يعني نتوما كي ديروا في الكاس الخامس رايحين ديروا غير بشويه. شوفوا انا بعد ما ارتحت العجينه حليتها، استعملت هنا كيس بلاستيكي من الفوق هكذا باش كي نعود ندير في هذوك الطوابع يعني راح يجوني بومبي. هنا حلوا العجينه تاعكم ما تكونش خشينه، يعني حلوها ما يلحقش 1 سنتيمتر، يعني حلوها 7 6 هكا 6 مليمتر 7 مليمتر هكذايا كيما راكو تشوفوا. انا استعملت 5 مليمتر 5، ما حبيتهاش خشينه باسكو راح ندير لها ثاني الطليه. شوفوا هنايا حلوها كيما قلت لكم، ديروا لها ساشي هكذايا باش كي تعودوا تقطعوا يعني بالطوابع راح يجيكم بومبي كيما راكو تشوفوا. بهذه الطريقه انا هنا الفرن واش سخن على درجه الحراره 180 درجه، نخلو يسخن واحد 20 الى 30 دقيقه يكون سخون كما نقولوا حنايا مسبقا، شعلوه خلو قبل يسخن، ومن بعد رايحين نقصلو نخليه يعني نحبطو حتى ل 160 درجه. يعني كي نعود ندير في الكاطو تاعي وفي الحلوه تاعي راح يكون 160 درجه، برك كي نعود نسخنو فيه نديرو 180 كيما راكو تشوفوا. جي خديت هنا سنيوه درت لها ورق الطي وستفت كامل هذوك الحلوه تاعي، قلت لكم وحطيت الحلوه الطيب، قلت لكم خليته قبل يسخن واحد من 20 الى 30 دقيقه على 180 درجه، ولكن كي دخلت سنيوه نقصت له الى 160 درجه، درت سنيوه من فوق في الوسط وخليته شاعل من فوق ومن تحت، طاب لي حوالي 20 دقيقه. نتوما قبل ما تلحقوا 20 دقيقه طلوا على السنيوه تاعكم، ولي تخاف تقدر يعني تخلي قبل يسخن 180 درجه ومن بعد تنقصوا له على 160 درجه، طلعوا السنيوه تاعكم للفوق وطفوا من الفوق، خلو شاعل غير من تحت، كي تشوفوا الحواف بداو يطيبوا او طابوا او لو حموره يعني لون ذهبي هكذايا، حطوا السنيوه طفوا من تحت وشعلوا من فوق وحمروها شويه، المهم ما تبطوش عليها باش ما تيبسلكمش الحلوه تاعكم. شوفوا هنا بالنسبه للطليه، خديت هنا كاس نتاع لاتاي نتاع عصير نتاع الليمون يكون مصفي، اضفت نصف كاس نتاع زيت نباتي ونصف كاس نتاع لاتاي بيان سور نتاع المزهر، يعني بنفس الكاس هنايا خلطتهم مليح. ومن بعد راح نستعمل سكر كلاصي يكون مغربل،
يعني نديرو حتى نتحصلوا على قوام يكون كيما نديرو المخبز، ولكن تقدروا تقولوا شويه نقص عليه، يعني ما ديروش ثقيل ثقيل وما ديروش ثاني خفيف، ما ديروش خفيف حتى تبان كيما نقولوا حنا شغل تجي شفافه تجي ترونسبارون هكذا، لا لا تقلوا شويه وميم طون ما يجيكمش ثقيل كيما شغل راكو ديروا في العرايش ولا ديروا في المخبز، يعني ديروا شويه برك خفيف عليه حاجه قليله كيما راكم تشوفوا هنايا. ومن بعد حنقسم طلي على ثلاثه باش ندير لهم باش نستعمل الالوان. هنا درت اللون الوردي يعني الخوخي كيما نقولوا، يعني الغوص كيما راكم تشوفوا انا حمقت الالوان هكذا كيما تاع زمان حبيتهم هكذا حامقين، ودرت هنا اللون الاصفر يعني القوام تاع لي كولورون تاعو يعني اونجيل هكذا، يعني نتوما الا درتو تاع البودره ولا تقدروا ديروها بشويه مزهر هكذا وخلطوا قبل شويه ومن بعد خلطوها في السكور كلاسي في الطليه تاعكم. يعني شوفوا هنا الحلوه بعد ما طابت، ودرت ميم اللون الازرق ثاني درتو، يعني قلت لكم نحب الالوان هنا حطيتهم فونسي علاش باش يجوا شابين في حلوه الطابع. شوفوا هنايا درت الاشكال هادو، شوفوا كيفاش طابوا لي، شوفوا شوفوا اللون تاع العجينه جات شغل صفراء باسكو الفلون هذاك جاي صفر كيما راكم تشوفوا. ومن بعد بعد ما تبرد الحلوه تماما تخلوها تبرد لكم، هنا رايحين تطلوها كيما راكم تشوفوا. واستعملت ميم هذا الطابع هذا اللي فيهم زوج تقابي هادو ماشي شغل كيما تاع زمان كيما راكم تشوفوا، حنا بكري كنا نتقبوهم بالبوشون كيما راكم تشوفوا هنايا. شوفوا غطسوها هنايا وخبطوها غير حاجه قليله وحطوها خذوا كيما نقولوا حنا لاغري شباك هكذايا باش يقطر. شوفوا هنايا ماهيش ترونسبارون الطليه تاعي وميم طون ماهيش خشينه، يعني كي نقسم لكم الحبه تشوفوا بلي ما عندهاش هذيك الطليه ما عندهاش السمك تاعو عالي. بعد قبل ما تنشف لكم ديروا له هذيك الحلوه تاع الفيرميسال وديروا هذاك. شوفوا انا درت السكر نتاع اللي نديروه في حلوه الطابع هذاك السكر الخشن كامل يعني باش يعطيني الجمال يجي شباب هكذا. ودرت هذا ثاني اللون الاصفر، شوفوا راني نطلي ثاني كل حبات باللون الاصفر، درت الشكل نتاع العصفور هكذا شوف هكا على بان درت اللون الشكل تاع العصفور حطيته بالاصفر. هنا الالوان ديروا لي حبيتو، الطوابع ديروا لي حبيتو، والتزيين ديروا لي حبيتو، خذوا الفكره وكما نقولوا حاجه الديكور وحاجات الاخر ديروا كيما حبيتو. كيما راكم تشوفوا هنايا نفضوا هكذا خبطوا شويه باش هذاك الزيت كامل يهبط. ودير من بعد هنا راني نطلي في اللون الازرق كيما راكم تشوفوا. قبل ما تنشف لكم الحلوه الا كانوا فقاعات استعملوا الكيغدون هكذا هذوك البولات هذوك باش يعني تفشوا لكم. زيدوا خبطوا شويه هكذا غير بالعقل سيبارو ما بيناتهم باش كي تعودوا تخبطوا ما يتلاصقوش معهم الالوان ما مش كيف كيف. كيما راكم تشوفوا هنا استعملوا غير بالعقل وديروا كيما نقولوا التزيين تاعكم كيما حبيتوا، الحلوه تاع الفيرميسال تاع الالوان ولا تحبوا لون واحد ولا كيما حبيتوا، وخلوها تنشف تماما. وبعد راني درت لكم في صحن التقديم، نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه. شوفوا كي نقسم لكم الحبه شوفوا من الداخل العجينه كيفاش جات صفراء، وميم طون يعني كي تعودوا تقسموا بالالوان يعني راح تجيكم بزاف شابه كي تعودوا تخلطوا في الالوان هكذا. والتزيين كيما راكم تشوفوا فين نتمنى ان شاء الله تعجبكم. وانايا عمت نحط الالوان يعني تكون فونسي هكذا ما تكونش فاتحه، يعني حبيت تكون هذيك الالوان تكون قويه كيما نقولوا حنا. واش حت نقول لكم هذاك اللون اللي بقى لي من الغوز او من هذاك الوردي مع هذاك كيفاش نقولوا الاصفر عفوا اسمحوا لي، هنايا خلطتهم مع بعض يعني باش نتحصلوا على اللون التروفات هذا. اذا نقول لكم فرجه ممتعه للفيديو، تهلاو في روحتكم دمتم في رعايه الله وحده، والسلام عليكم.